واحد اثنين ثلاثة هبة. ايه ده؟ ملوخية. ملوخية. لا شنو هذا؟ نعناع. احنا نستخدمه علاقتي بيه مع الشاي فقط. بس؟ بس لا نسوي بيه شغلة. بابا وماما روز وتطبخ في البيت الأحرق ده فلفل هو لما شبع. العراقيين ما يحبون السبايسي، بس أنا بالنسبة لي ما أشوف الفلفل الأسود سبايسي. يا نانا يا نانا يا نانا. بتعرفي تزغرتي؟ لا. بتحاولي كده؟ ليه؟ لأنه هي اسمها باقلة بالدهن، إذا دهن لازم يكون بالمطبخ. أوكي، وهتحطي الدهن الحلو ولا بتحطي معاه حاجة؟ لا.